استاذ راحل، شنو مشتاقة أكثر شيء بغداد؟ مشتاقة لأهلي، لأختي، لعملي، شوارع بغداد، لبيتنا، ساحة التحرير، لصديقاتي، لكل مكان بالعراق أنا مشتاقة له. وصعب، هاي أصعب 3 سنين مرت بحياتي دو أني طالعة خارج العراق. ممكن الناس ما تصدق، تقول أفراح خلاص خلصت الأفراح، طالعة برا في فرنسا. أنا كل جمال فرنسا ما يعادل عندي مكان واحد بالعراق، كل مكان في فرنسا ما يعادل مكان واحد بالعراق. أتمنى أرجع له اليوم قبل باكر. شنو حابة تقولين للناس اللي يحبوك، لأهلك إلى آخره؟ أريد أقول لهم أنني كلش اشتاقت العراق، كلش أريد أرجع، كلش اشتاقت العراق، كلش أريد أرجع. وما كنت أتمنى إنه أني في يوم من الأيام أطلع خارج البلد، والكل يعرف إنه على مدى 3 سنين أني يومي أتصل وأقول لهم راجعة وحجزوا لي، بس لا هنا لا يقبلون في فرنسا ولا أهلي بالعراق يسمعون بهذا الشيء، وخاصة الأوضاع الأمنية كلش صعبة. يعني ما راح أقدر أكمل. أكيد ست أفراح، دموعك غالية جدا علينا، ونتمنى أنه نشوفك من جديد بأرض وطنك. ست أفراح، هل ما زلتي تمارسين العمل الصحفي؟ يعني اليوم سؤال إجاني فضولي بعدك، أو شلون تعوضين حبك لهاي المهنة إذا مدى تمارسيها بفرنسا؟ لا صعب بسبب اللغة، لكن أنا دائما أحاول أتعلم. يعني هاي الفترة اللي فاتت حاولت أنه أتعلم اللغة الفرنسية، حصلت في مستوى معين جيد من عندها، وأتمنى أكمل المشوار حتى أقدر أشتغل في وسيلة إعلام. أيضا حاولت هاي الفترة اللي فاتت أنه أتواصل مع مواقع إلكترونية بكتابة المقالات وبعض التغطيات، خاصة ثورة تشرين اللي كنت حريصة على أن أوثق كل شيء صار بيها، ومشيت خطوات فاعلة بهذا الموضوع، وثقت كثير من الأشياء، بعضها النشر بعضها في طور النشر. شكرا جزيلا لوقتك ست أفراح، أتمنى لك يوم سعيد، وكلمة أخيرة لمحبيك وناسك. جدا أشكرك ساري على هاي الفرصة، وتحياتي إليك وتحياتي لجمهوري. وأريد أقول كلمة مهمة للعراق، إنه إيش ما نبعد لازم نرجع، وأفراح أفضل مكان إلها هو بلدها، وإن شاء الله ترجع. ورجعتي راح تكون لساحة التحرير، ورجعت انتصار إن شاء الله. وأني أتمنى لبلدي السلامة والأمان ولكل الناس، وأتمنى الخلاص من عصابات الغدر والقتل والجريمة وحملة السلاح المنفلت، وهذه المقارات الأحزاب اللي بدأت تهين وتأذي الناس. أتمنى نرجع، وأتمنى أيضا كل عراقي مغترب متألم لغيابه عن بلده أن يقدر يعود ويشوف وطنه، ونقدر نكمل المشوار. تحياتي إليك وشكرا جزيلا.